حمودة بين عندي شباب. طبعا اليوم قررت اغامر بموقع جدا مرعب وتكون مغامره قويه عشان صار لنا فتره مش مغامرين. شوف الموقع، بسم الله الرحمن الرحيم، من اكثر الاماكن الموحشه. طبعا في انسان بيجي على هذا البيت، ها سمعين في صوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا البيت بيجي عليه انسان او ما بعرف، كمية بسس بشكل رهيب، كمية عظام بشكل رهيب. اخوان العظام طعام الجن، اكل الجن. راح تشوفوا شغلات كثير غريبة. شوفوا مثلا هذا عظم، هيا عظم، شوفوا طلعوا كيف طلعوا، ها صوت، طلعوا كمية العظم. هذا عظم يا اخوان، مش لي، طلعوا 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 طلعوا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر الخلق. بسم الله، شايفين كمية العظام؟ هذا كله عظم يا ابي. شوفوا 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 شوفوا، طلع في صوت والله العظيم، طلع 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 صوت. يا الله صوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والله البيت هذا فيه أصوات، سامعين؟ كان هذا البيت أكيد بيجي عليه واحد، لأنه كمية العظام بشكل رهيب ومرعب. شوفوا، ها في حد هون؟ بسم الله بسم الله. هذا البيت فيه كمية بسس مش طبيعية، كمية عظام بشكل مش طبيعي. بسم الله، ها انه الجن الاكل العظام، بطلت اجمع العظام، اكل الجن. كل هذه كلمات الله التامات بشكل مخلق. وفي البيت متى؟ شوف 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 صوت صوت. عد هون، وين طلع هاي؟ واقفه مكانها، ايش فيه؟ بسم الله، في حد هون؟ اقسم بالله اقسم بالله، انا شفته انا شفته انا شفته انا شفته. دقيقة دقيقة دقيقة، انا حكيت لكم في حد متردد على هذا البيت؟ بس رجعت، ايش فيه؟ ايش فيه؟ بسم الله، هذا البيت كله كله عظام كله. ايه بتموي بصوت غريب. بسم الله يا ويلي، البيت مرعب والله، قشعر بدني. اخوان كانها بتدلني، بديها تاني اروح هنا. والله انا رايح، طلعوا كمية العظام هون، شوفوا 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 شوفوا.
شوف كمية العظام. اخوان هذا البيت اكيد بتردد عليه حدا. اكيد. اكيد. في حد هون؟ بسم الله بسم الله. اسمع اسمع اسمع. صوت بزاز برا. صوت هون طق طق. بسم الله. اخوان في حدا بدق؟ اخوان والله في صوت. بيت هذا جدا مرعب. اخوان عملت هاي المغامرة زي ما بدكم بناء على طلبكم من منظورين، من سنابي هات وكاميرا وراي كمان بتصورني ليبين كل اشي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طلعوا كمية العظام. بسم الله الرحمن الرحيم. عاودوا بكلمات الله اشتمات بشر ما خلق. شوف بسم الله. اعوذ بالله من شوفه. بسم الله. هذا بكلمات الله التمات بشر ما خلق. والله شفته. اخ اخ يا بيي. يما تعدون دير بالك. حد هون؟ بسم الله. حسيت اللي أنا حسيته ولا شو؟ وحياة الله مجهول شو هذا؟ والله اللي بي... ايه في الكاميرا مالها؟ اخوان والله العظيم في حدا في البيت. دير بالك خلي ظهري بظهرك. يعني مش معقول مش معقول البزنس بتجيب لي عظام هون. اخوان في مشاعر مش طبيعي. ايش في؟ ابعد 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 عن الباب ابعد. بسم الله. يا الله في حد زبط. يا بي صوت 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 صوت. دقيقة دقيقة دقيقة. حج
احنا في متاهه ولا في شو؟ تنزل حطها بدل تحت. ها يما سمعت يا بيي؟ في واحد والله في واحد في البيت. هسه دخلت البيت اللي تحت جدا صعبة جدا صعبة. شوفوا من هون ندخل. اخ وجهي اخ يما يا بيي في اشي خبط في وجهي اشي ارتمى علي. شفت؟ لا 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 هذا مش ناوي يا اخي يا معلم. بسم الله شو اللي بيصير؟ نكمل في البيت اللي تحت ولا نخليه ليوم تاني؟ الوضع صعب. دير بالك ليكون في بير ولا في اشي. بسم الله. ها شاب اوعى اوعى البيت غرقان. صوت قوي البيت غرقان. يما يا بيي اوعى اوعى اوعى. لا 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 الوضع مش طبيعي. في حد هون؟ ايش هذا الصوت؟ بسم الله اخواني مش قادر ادخل والله العظيم. عملت المغامرة لعيونكم مش مجهز حل. اي عمودي اهرب اهرب اهرب. بسم الله يمه يمه يمه. اطلع 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 اطلع.